وعلى هامش العرض تحدثت وزيرة الثقافة التونسية حصريا في ميكروفون النهار عن آخر تطورات ملف اليونسكو وتصنيف التراث المادي واللامادي المشترك بين تونس والجزائر بالشراكة مع وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي. التصريح في ميكروفون فريال حبيب. على السيدة الوزيرة أن الجزائر وتونس يتشاركوا في ملف التراث العالمي اللي هو ملف القصور بتاع الصحراء اللي احنا نشتركوا فيهم معاكم وإن شاء الله نشتغل عليه. تراث ثقافي غير المادي سجلنا زيد الكسكسي وسجلنا بعض العناصر تقريبا المسرح كل المجالات الموسيقى كل المجالات معناها متعاونين إن شاء الله فيهم وإن شاء الله السنة القادمة يكون يتم تأثيثها بتظاهرات معناها قيمة وتظاهرات عينية عندها قيمتها ونوعية خاصة.